مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذه الظاهرة وهي الكتابة فوق إشارات المرور. شاهدناها ليس هنا فقط في الدويرة، وإنما في رحنا عدة ولايات. شاهدنا هذه الظاهرة والكتابة فوق الإشارة، هنا الإشارة تفقد المعنى تاعها. دونك هنا على سبيل المثال كتب لي يسمى، واحد كتب سيربي، واحد كتب ملاحة. دونك معليش راك تسيبورتي ما شاء الله، ولكن يعني التشجيع تاعك في إطار محدود. روح الملعب، دير إشعارات، دير تحية يسمع، دير واش حبيت، ولكن الكتابه فوق الاشاره هو شيء غير لائق، وخاصه انه بعض بعض الاشارات اللي شفناهم تغير المعنى. على سبيل المثال واحد الاشاره اللي شفتو معنا كانت ممنوع تفوت 30، ثلاثه زادوا لها يعني خلوطه ولات 8، ولات ممنوع تفوت 80، وهذا الاشاره يتبدل المعنى، وبالتالي يقدر صاحب السائق ما يفهمش معنى الاشاره، وبالتالي حادث مرور. يا حبذا اللي يكتبوا في هذه الاشارات يحبسوا هذا التصرف اي الغير لائق.